النهارده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء ألقى الضوء على جهود التطوير في قطاع الطرق خلال السنوات الأخيرة. المركز أوضح إن أطوال الطرق شهدت ارتفاع بنحو 112% خلال الفترة بين 2013 و2020، وهو ما أدى إلى انخفاض عدد الحوادث بنحو 2.2%، يمكن حادثة لكل 1000 مركبة في 2013 ل.8% حادثة لكل 1000 مركبة في 2021. ارتفعت عدد المحاور على النيل بنحو 29% من 28 محور في أو 38 محور في 2013-2014 ل49 محور في 2020-2021. طيب خلونا نستقبل دكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل في كلية الهندسة جامعة عين شمس، على التليفون عشان نناقش معاه الموضوع ده بشكل موسع. دكتور حسن، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير على حضرتك والمشاهد الكريم، اهلا وسهلا. طيب خلينا نسال حضرتك، يعني الارقام اللي احنا بنشوفها والنسب المئويه اللي احنا بنتكلم فيها دي والارتفاع الكبير في اطوال الطرق اللي احنا شاهدناه في الثمان سنين اللي فاتوا، الى اي مدى ده بيكون ليه تاثير على فكره التنميه والنهج والاستراتيجيه اللي الدوله المصريه حطتها عشان نوصل لها في هذه الفتره الزمنيه؟ يعني الدولة من 2014 أخذت على عاتقها تطوير قطاع النقل، باعتبار أن قطاع النقل داعم لمشروعات التنمية بكافة صورها، إذا كنا بنتكلم على تنمية عمرانية أو تنمية صناعية أو تنمية سياحية أو حتى زراعة الصحراء، وهي عندنا الدلتا الجديدة والعوينات وتوشكا والمليون ونصف فدان. لم يكن هذه المشروعات القومية لتتم من غير وجود بنية أساسية قوية. من ضمن مشروعات البنية الأساسية أو على رأسها هي مشروعات النقل، فكان هناك اهتمام بقطاع الطرق، وشفنا المشروع القومي للطرق وأضاف ما يقرب من 7000 كيلومتر طولي لشبكة الطرق القومية على أحدث ما يكون من معايير هندسية، وزاد طبعا دوما من معايير الأمان والسلامة على شبكة الطرق، وده اللي كان لينا كاس على الحد من الحوادث اللي حضرتك أشرت إليها في التقرير. لكن طبعا الهدف كان أبعد من كده، أن احنا بندعم مشروعات تنمية، بنخلخل الكثافات السكانية من حوالين وادي النيل علشان ننتشر على مساحة جغرافية، بدل ما كنا عايشين على 6% من مساحة مصر قبل 2014، النهاردة في عندنا انتشار على مساحة أكبر نتيجة وجود بنية أساسية وشبكة مواصلات ووجود خدمات، وبالتالي ده بيشجع الناس أنها تنتشر، خصوصا مع الزيادة السكانية اللي بتبلغ 2.5 مليون مولود كل سنة. كنا سنة 86 تعداد سكان الداخل 48 مليون، النهاردة 103 مليون، فما كانش ينفع أن الدولة تستمر على نفس مساحة البنية الأساسية، كان لابد من التوسع في مشروعات البنية الأساسية. وقطاع النقل كما أشرت بيأتي شريان من شرايين التنمية، صحيح، داعم لمشروعات التنمية المستدامة. عايز أقول أن النقل خدمة بتقدمها الدولة، لا تهدف للربح من وراء المشروعات اللي بتعملها، لكنها خدمة بتقدم للمواطن لسهولة انتقال المواطنين والأفراد وكذلك نقل البضائع. فالدولة مش بس قطاع النقل البري اللي اشتغلت فيه، اشتغلنا في قطاعات كثيرة منها قطاع النقل السككي، ويمكن الوقت لا يتسع لحجم المشروعات اللي تمت فيه، صح، او قطاعات النقل الاخرى. اتفضلي يا فندم. طيب دكتور حسن، يعني خلينا، يمكن الفكره دي اتطرحت كتير بس خلينا برضو نفهمها اكتر للناس بشكل مبسط. هي دايما النقل او قطاع الطرق وما الى اخره مرتبط بفكره الاستثمار، يعني ضربه البدايه دايما بتيجي من وجود بنيه تحتيه جاهزه. ليه المستثمر دايما بيبص على الطرق وحركه التنقل وبيبني على اساسها؟ انا ممكن يعني استثمر في الدوله دي من غيرها. يعني حضرتك النهارده لما تيجي للمستثمر تقولي له اعمل اي مشروع استثماري، سواء كنا بنتكلم على صناعي او سكني او ترفيهي، لابد ان هو هيدور على البنيه الاساسيه اللي موجوده، لان انا ممكن اعمل مشروع على اروع ما يكون وما فيش وسائل وصول ليه، وبالتالي هذا المشروع هيبقى محكوم عليه بالفشل. فالمستثمر لما بيجي لابد، سواء اذا كان استثمار داخلي او خارجي، بيبص على شبكه البنيه الاساسيه اللي موجوده ومدى جوده هذه الشبكه. وعندنا منافسه مع دول الجوار الاقليمي في هذا الاتجاه، ان اللي عنده بنيه اساسيه اللي بيقدم تسهيلات اكتر للمستثمر
هو اللي بيجتذب رؤوس الاموال من الداخل او من الخارج، وبالتالي بيكون في عندي مشروعات بتشغل الاف المصريين وفي نفس الوقت بتعود بالنفع على الاقتصاد المصري. كل هذه المشروعات عشان تتم لابد ان يكون عندي بنيه اساسيه قويه. ما ينفعش اجي اعمل مشروعات وانا عندي مشكله في الكهرباء، ما ينفعش اجي اعمل مشروعات وانا عندي مشكله في ان انا مش هعرف اوصل نتيجه شبكه طرق فيها مشاكل او مش موجوده، ما ينفعش اجي اعمل مشروعات وانا مش عارف اربط المواني بالمناطق اللي فيها صناعات علشان انقل بضائع او مستلزمات انتاج من المواني البحريه الى المصانع. كل هذه الامور كان عندنا مشاكل لوجستيه وعندنا مشاكل في قطاع النقل، سواء اذا كنا بنتكلم على نقل بري او نقل سككي او نقل بحري. الدوله شغاله زي ما بنشوف من فتره للتانيه في افتتاحات لمشروعات عملاقه حقيقة لم نكن نحلم بأن هذه المشروعات تكون موجودة على أرض مصر، فمن يتحدث عن جدوى هذه المشروعات ينظر كيف كانت مصر قبل 2014 صحيح. وكيف أصبحت، ومشروعات البنية الأساسية والمردود بتاعها مش بس لإحداث سيولة مرورية والحد من الحوادث، وإن كان ده هدف مهم. مع أن يا دكتور حسن فكرة الحد من الحوادث وإحداث سيولة مرورية ده برضو يمكن العنصر المهم اللي لمسه المواطن، أصلا ممكن الناس أو البعض اللي ربما يفكر أنه أنا ممكن ما استناش فكرة المستثمر أو مش هشوف العائد بتاع جذب مزيد من الاستثمارات، بس أنا محتاج الطرق تكون مش زحمة، محتاج أن الحوادث تكون أقل. برضو نفهم السادة المشاهدين مدى لو لم نقوم بهذه المشروعات، يعني مدى لو لم تتجه الدولة لفكرة عمل أطوال بنسب، يمكن إحنا بنتكلم في نسبة 112%. يعني انا هقول لك ان ردا على الحديث ده، ان دراسه النقل القومي اللي اتعملت مع الجانب الياباني اللي هي جايكا اللي هو هيئه التعاون الدولي الياباني اللي كانت عملت دراسه نقل قومي، اخر تحديث ليها كان 2010 اللي هي دراسه مينتس، كانت بتقول ان لو ما اتعملتش المشروعات بتاعه البنيه الاساسيه فمن المتوقع ان المحافظات المكتظه بالسكان ومنها اقليم القاهره الكبرى كان هيبقى بلوكد، يعني مكتظ تماما وغير محقق لحركه مروريه بالمره نتيجه محدوديه شبكه الطرق والمواصلات اللي موجوده مع الزياده السكانيه والتوسع الراسي. فدي كانت دراسه موجوده لمن يريد ان يطلع عليها، وبالتالي فكان قدامنا خيارين، يا اما ان احنا نستمر في تقديم حلول مسكنه كما كان يحدث قبل 2014، وفي الواقع الدوله والقياده السياسيه خدوا على عاتقهم ان يكون في حلول جذريه، هذه الحلول تصلح للاجيال الحاليه وتستفيد منها الاجيال المستقبليه. فالنهارده لما بننشئ محاور او بنوسع ونرفع كفاءه محاور قائمه مش بس لحل المشاكل المروريه، وان كان ده هدف عظيم، يعني نشوف مثلا مناطق زي حلميه الزيتون، المطريه، المناطق اللي كان الواحد عشان يدخل فيها بيعود بالساعات من الزحام اللي موجود. لو نتحدث عن شبكة الطرق داخل المدن، محور الأثار، نتكلم عن مصر الجديدة، مدينة نصر، نتكلم عن كثير من المحاور المرورية اللي تم، في محور جيهان السادات وغيرها اللي حققت بقى اللي حضرتك بتتكلمي عليه، ان بدل ما كنا بناخد ساعتين في المواصلات بتاخد دقائق معدودة صحيح. حتى لغير مالكي السيارات، لان وسائل النقل العام والجماعي والميكروباصات والاتوبيسات بتستخدم هذه المحاور صح. فلما يكون في سيوله مروريه بيستفيد منها مالك السياره وغير مالك السياره، بالاضافه الى البعد الابعد بقى او الفايده الابعد، ان انا بدعم مشروعات تنميه مستدامه. الدوله حاطه خطط تنمويه، كان لابد ان هذه المشروعات تخدم من خلال بنيه اساسيه قويه، فمن خلال شبكه الطرق، من خلال شبكه السكه الحديد، من خلال تطوير المواني بقدر ان انا اخدم مشروعات التنميه المستدامه صح. زراعيا. يمكن كنت بتكلم مع دكتور عبد المنعم منذ دقائق ان هي فكره ان هي في الاخر سلسله كلها بتخدم بعض، مشروعات كلها متواصله لمشروعات خدميه الدوله لا تهدف صح. للربح منها صحيح. ولكنها تدعم مشروعات التنميه اللي بتعملها الدوله، والنقل بيمس حياه المواطن اليوميه صحيح. واؤكد ان الدوله لا تهدف للربح من هذا القطاع، ولكن هو قطاع خدمي الدولة بتقدم خدمة للمواطن من خلال تطوير قطاعات النقل المختلفة صحيح. دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل في كلية الهندسة جامعة عين شمس، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر.